بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. حلقه جديده وسط الدائره وضيوف كرام، الاستاذ محمد دليل المصور الرياضي البارع والمعروف، حبابك ورمضان كريم عليك. مرحبا بك ابو حميد ومرحبا بكل المتابعين، رمضان كريم علينا ان شاء الله. شكلك رمضان جهجهك في الايام ولا عادي؟ في الجهجه حافظ ان شاء الله. الله يدي العافيه ويعظم الاجر. الأستاذ الكبير والمصور البارع جدا حسام الحاج، أول حسام الباوي، رمضان كريم إن شاء الله تصوم وتفطر على خير. كل عام وأنتم بخير، أنا أخذ وأخوة قناة الملاعي وكل السادة الرياضيين والزملاء المصورين، وربنا يطول الصيام والغيام، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير إن شاء الله. طبعاً نحن بندردش دردشة على الخفيف كده يعني، فالناس تاخذ راحتها تماماً. أنا قبل التصوير وقبل الكاميرات انتوا كنتوا شغالين شنو؟ ولا في الزمن ده بتقروا اول شغل كان يا هالكاميرا؟ نبدا بدليل بل اكبر طبعا. انا خريج جامعه النيلين علمي نفس، خريج 2015 علمي نفس. ف التصوير كان هوايه او هو ما هوايه، ان احنا كان زمن الجامعه في 2011 2012 عندنا دخلنا المجال بتاع الاعلام، او ممكن نقول على السوشيال ميديا لانه ما كنا متخصصين، بموقع الكتروني كان اسمه سبورت اونلاين، وكان عباره عن شراكه بيننا وبين مجموعه من الشباب. فبدينا نشتغل شغل عادي بصفحه على الفيسبوك، من مشينا تشتغل كمصور ولا كمحرر؟ كمحرر الاول، كان كمحرر. تمام. فيعني كان فكره انه احنا الموقع ده ممكن يطورنا ونصل لدرجه انه نكون نخش الاستادات ونصور من الداخل، ما كانت موجوده. فشويه شويه في عام 2013 بدينا نخش الاستادات. هنا تحيه لسامعة المنان، السيد سامعة المنان، هو يعني كان داعم اساسي لنا، وهو ساعدني انه نصل للاستادات وكده. فاشتغلنا ودخلنا من الموقع ده للاستاد وعملنا يعني بدت. فمن هنا وقت اتذكر انه كانت اول مباراه كانت في العام 2014، كان المنتخب السوداني بس ما متذكره وين، كان في استاد الخرطوم. فكانت الفكره يعني احنا كان على الموقع انه الموقع بيعتمد على صوره واحده او صورتين، فكان الشاب اللي بيمشي مننا يغطي مطلوب منه يصور صوره او صورتين بكاميرا ومن ويكتب تقريره كامل. اها نعم. فبديت التصوير في 2014 و يعني حبيت الفكره وحبيت الفكره مشيت فيها. مشيت فيها. عصام اشتغلت حاجه قبل التصوير ولا بديت بدري؟ عصام الحاج ولد ليكون مصورا، يرسل الرسائل عبر الكاميرا ويعبر عن احاسيسه ودواخله بالكاميرا، لانه الصوره هي يعني تعبر عن كثير من العلاقات. وارتبطت بالمجال الرياضي باعتبار انه اصلا يعني المجال الرياضي يعني لاعب كوره سابق، اضافه لانه تاثيري بشقيق الاكبر صلاح الحاج، من هنا التحيه له، اللي هو دخلني مجال الاعلام وساعدني كثيرا في هذا المجال. لعبت كوره انديه ولا روابط؟ لعبت نادي جبره ولعبت المزاد بحري الدرجة الثالثة. ما شاء الله، ما وصلت له؟ واتمرنت مع المورد في فترة ما، ولكن لظروف ما لم يكتب لنا التوفيق وتوفقنا في التصوير. نسأل الله التوفيق. والله إن شاء الله يا أخي، أنت راجل ما شاء الله عليك، يعني من الناس المشهود لهم بالكفاءة والخيال، حتى الصورة برضو محتاجة خيال. محمد النظارة دي نظر ولا شم ولا وجاهة ساي ولا؟ النظارة دي نظر من بدري جدا، يعني يمكن من الأساس. طيب بس يعني كيف بتخط الكاميرا خلف النظارة يعني؟ لا ما فيها مشكلة في الكاميرات الفوتوغرافية أو بتشوف من، يعني أنت ما عندك مشكلة في النظر؟ مشكلة أنا عندي قصر بتاع نظر، مشكلتي في الحاجة البعيدة، يعني هسه ما عندي مشكله ممكن اقلع النظاره واقرا من قريب التليفون. لما تصور بتكون لابس نظاره ولا؟ طبيعي، انا يمكن 16 ساعه لابس النظاره ما بقلع الا النوم. ما ان شاء الله ربنا يدي العافيه يا اخي. عصام حتى المصورين يعني انا ما عارف، لكن المساله بتاعت السديري او الجاكيت شائعه جدا عند المصورين بالذات، وانت تحديدا يعني انا انت معانا في الاطار بتاع الصحافه، اكاد ما اكون شفتك من غير الجاكيت ابو جيوب كثيره يعني، وستايل واحد وتقريبا هم لونين، في اللون اللي انت لابسه انا ما اعرف شنو، في زيتي تقريبا. الفكره شنو يعني؟ انتم بتشيل فيها الحجر، بتشيل فيها العدسه، ولا جزء من
المزاج والكيف بتاع المصور. السيداري ارتباط وثيق بكل المصورين، مصورين سواء كانوا فوتوغراف او تلفزيونيين او بصورة عامة اغلب الاعلاميين يعني درجوا على ارتداء السيداري. نحن كمصورين الواحد بيستعين به في حفظ اغراضه يعني في خلال المباريات او في المؤتمرات ولا غيره، وهو يعني ميوبه كثيره طبعا بيحفظ لك كثير من الحياة. مرات بيقدم لك دعوم من البسكويتات والمقادير والحياة لدعم قروش مرات برضو حسب الظرف الحاجة اللي انت فيها. لو في خلا وفي حتة بعيدة تشيل بطاطير احتياطي، لو في زنقة حق السوق المتواصل ما في خروج ما في طلوع، يكون عندك مؤونتك الذاتية يعني. صح تمام، يعني سند حبيبي كده هي الحاجات اللي بتشربها، لكن القهوة اللي ما طبعا ما بتقدر. طيب نحن يعني زمان انا واحد من الناس كان عندي الهوس بتاع انك تجيب الجريده تقص الصوره، سواء كانت سميره دنيا في الزمن داك، محمد وردي، عثمان حسين، حتى لعيبه الكوره هيثم مصطفى. انا ما دار اقول ما دار اصغر روحي، لكن هيثم من الناس اللي انا قصيتهم في الجريده يعني، وعلقتهم في الدولاب ونضى القلعه وغيره والبنات السمحات وكذا. الفكره الناس اللي بتجي في الجرايد، الهوس ده كان عندكم يعني؟ كنتوا بتقصقصوا صور من الجرائد عشان تحطها في الدواليب او تشيلها في الجزلان او حتى في العجله؟ الحاجه دي كانت عندك عصام ولا؟ بالتاكيد يعني دي حاجه يعني اذكر انه كنا في المتوسط يعني كنا نتابع الصحف الرياضيه ونتابع الاخبار الرياضيه بصوره عامه، وحتى بنحتفظ بكثير من قصيت يعني. منه بالذات يعني انا اكثر زول كنت كله حتى لما اغير رضا الفطيه في الدولاب بحرص انه صورته تمشي معي في كل الظلف، والدي محمد عبد الله الله يرحمه. فانت متذكر في شخصيه معينه نجم من نجوم السودان كنت انت متعب وبالقصقيص من والله انا قصيت الراحل المقيم سامع عز الدين. يا سلام. لاعب المريخ يا سلام عز الدين. يا سلام. يعني خاصه انه سامع عز الدين يعني من نجوم اليوم يعني ما في كبير في الكره السودانيه وفي المريخ وفي غيره. تمام. محمد انت ما اظن حضرت. والله طبعا يعني اول حاجه انا مبسوط انه الليله يعني احتراف من عصام انه درس المرحله المتوسطه وكده، انه بينكم لا في المتوسطه لكن انا تعمل لا ما لا والله العظيم تعمل جد يعني جد. لكن شنو المزال اللي انا حابب نتكلم فيه انا وعصام دي يعني يمكن 12 13 سنه لورا ما اكثر. ما كثير والله يا اخي. ما قبل الواتساب رغم انه كنت متابع يعني انا الصحف كنت بطلع من المدرسه نمشي نشتري من الكشوك او من هناك نبدل ونقرا صحف، لانه البيت اصلا اللي كنت فيه يعني بيت رياضي يعني الوالد عبد الكريم دليل وريخابي معروف وجدي دليل هلالابي، فكانت عندنا مشكله كبيره زي دي في البيت، فالصحف متوفره يعني من زمن المريخ ذاته ما كان عنده صحف، كانت في جون والكابتن المشاهد بس بتكتب للمريخ، كانت في الصحف يعني موجوده في البيت، لكن حركه الباوقة دي يعني العمله دي نحن ما حضرناها. طبعا هو عصام ما شاء الله عليه من المصورين وكلكم عندكم طموح يعني الطموح مشروع، لكن عصام زي بيفتح لي في دروب كده، عمل مركز كبير جدا مركز الباوقة. يا ريت تكلمنا عنه وفكرته ووصل وين وبدا متين والالهمك الفكره شنو والاهداف كانت شنو يعني؟ والله مركز الباوقة ولد يعني كتعبير حي عن احتياجات المصور السوداني وما يعانيه من تهميش ويعني ضعف ايجور وما شابه ذلك، عدم تاهيل، عدم تواجد فرص التاهيل يعني، فكان عباره عن وكاله مصغره بحكم تجربتي السابقه مع الوكالات الاجنبيه، انه كان السودان محتاج لوكاله متخصصه في مجال التصوير، وبحكم انتمائي الرياضي كان التصوير الرياضي هو الهدف يعني الاساسي باعتبار انه يعني الصوره الرياضيه هي الاكثر اثاره والاكثر جذبا للغرائز. فعلا انت حسام ذكرتني حاجه يعني في مجال الصحافه في اوقات كثيره بتسمع انه مجلس الصحافه عامل اسمها شنو بيقولوا عليها دوره تدريبيه للصحفيين اخلاقيات المهنه الخبر الصحافه الاستقصائيه، لكن تقريبا انا ما حصل سمعت انه في دوره عندها علاقه بالتصوير او تطوير المصورين، الحاجه دي فعلا ما في ولا انا ما متابع؟ اتعملت دوره واحده للتصوير الصحفي وتنظمت يعني بعد ما يعني شكلنا عدد من الضغوطات في 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 سبب عدم تقديم جائزه الصوره الصحفيه اللي بتقدم مره كل سنتين، في واحده من المرات اللي كان حجبت فيه جائزه الصوره الصحفيه
كنا قدمنا بتعبير احتياجي عن حجب الجائزة أنا وزملاء من المصورين بحضور يعني قيادة الدولة في تلك الفترة، فكان له تأثير مباشر إنه مجلس الصحافة ردخ وقدر إنه ينظم دورة كردة فعل واحدة كانت قريبة يعني في العام قريبة يعني في العام 2018 واستفدت منها فعلا وحسيت إنه ولا الموضوع كان كلفة أو تربية يعني. والله كانت يعني جميلة وكانت جيدة وكانت يعني تقنية وعلمية، لكن للأسف نتائج توصياتها لم نراها حتى الآن. والله هذه حالة صعبة. طبعا لفائدة المشاهد، كل الصور بتاعت لعيبة كرة القدم الحائمة في الصحافة السودانية هي بعدسات الشباب ديل وبعض اخوانهم واخرون يعني لهم المفروض كان لهم الفضل بين احنا وصلنا المرحله دي، ومن هنا التحيه يعني لاستاذنا عبد الله يونس، استاذ جاهوري، حق الله الشيخ شالكه، عدد من الرموز والاساتذه اللي قدامنا يعني اللي هم كان لهم الفضل الكبير مع الله سبحانه وتعالى ان احنا يعني خلفناهم ووصلنا في دربهم. نعم. طيب دليل محمد دليل، في اتهام برضو يعني بعض الصحفيين الأول محررين زي متحسسين منهم، يفتكروا إنه يعني الصحيفة إذا مثلاً افترضنا إنه الهلال ماشي يلعب في نيجيريا، إذا في فرصة صحيفة ترسل شخص واحد هي بتفضل المصور باعتبار إنه المصور ممكن يجيب الخبر، لكن في الغالب المحرر ما بيقدر يصور، فلما تكون في فرصه واحده لمرافق للهلال لنيجيريا او المغرب او الجزائر يقولوا ما خلاص يمشي المصور عشان يرسل لنا الصوره والخبر، ما اصلا ما في حاجه هناك يعني الموضوع ما كيمياء ولا فيزياء، تمرين بيرسلوا لنا والمباراه ما نقولها ونحن شايفينها. فالموضوع ده عمل لكم حساسيه مع الصحفيين وحسيت انه كلهم قاعدين يتعلموا التصوير؟ في الحقيقه بعض مرات بتحصل بتحس انه في شويه بتاعت حساسيه غيرك. ايوه لكن ما كانت شات يعني ممكن تقول كلتشات، لكن يعني هو دائما في الصحفي الشامل. حاليا يمكن معظم المصورين عندهم غير صحفي بيكتبوا بصوره راتبه. لو تكلمنا مثلا عن زميل كولا كان يعني لفتره يمكن سنتين ثلاثه سنه لورا هو المسؤول من التدريبات في المريخ باعتبار انه صحيفه مريخيه وكده. لو تكلمنا عن محمد اسماعيل في الهلال يعني كل الناس المصور طور نفسه مش اللي قدام يعني المصور طور نفسه بانه ما داير يحجز نفسه في الحته بتاعه التصوير. اها ودي يعني يمكن انا شفتها من عصام في مركز المتخصص اللي هو الباوغا في اكثر من سفره يعني بيكتبوا بحرر بيشتغل لاكثر من صحيفه يعني مش بيشتغل لصحيفه واحده يعني عصام ممكن انا اتذكر في سفره كان للمريخ قبل كده في الجزائر ولا تونس على ما اذكر عصام كان متعاقد مع ثلاثه صحف بدي ثلاثه صحف ثلاثه مواد مختلفه. طيب انتم ما ضيعتوا ناس عصام الصحف دي تبيع لها ولا بالقطعه ولا بالشهر ولا الفكره شنو؟ كان في اتفاقات يعني بعضها نفذ وبعضها احتسبناه في سبيل الله سبحانه وتعالى كثير المحتسب في النهايه طبعا يعني لكن في النهايه كان الهدف انه يعني التجربه انه كنا بنبحث عن تقديم تجربه مركز الباوغا كتجربه يعني واحده من الاساسيات انه نقدم تجربه جديده على الوسط الاعلامي والوسط الرياضي بشكل مختلف والحمد لله يعني قدرنا نواكب لحد ما. طيب انتوا كمصورين في كيان جامحكم او رابطه او اتحاد او خلافه؟ يعني كثير من الكيانات يعني تجمع شمل المصورين بصوره عامه وحتى مصورين الرياضيين كنا يعني اداريا تابعين لجمعيه الصحفيين الرياضيين، لكن مؤخرا يعني تبنينا الفكره بتاعت انشاء جسم كيان خاص بمصوري الصحافه الرياضيه باعتبار انه نحن كاعضاء في الاتحاد العربي للصحافه الرياضيه وممكن شغلنا مناصب في الاتحاد العربي للصحافه الرياضيه امانه سير الاتحاد كانت للسودان موصله في شخص ضعيف يعني. نعم. محمد حصل في صورت لاعب قال لك امسح صورتي انتوا باعتباركم انتوا اقرب الاعلاميين للاعبين داخل المستطيل الاخضر يعني حتى ممكن تكونوا سامعين ونسيتوا. والله لاعب قال لي امسح صورتي ما في، لكن انا ممكن اكون صورت لاعب انا احتفظت بيه ما حبيت اني انشره باوضاع مختلفه. اها في اثناء الكوره او يعني
في لقطه كان حصلت في واحد من الملاعب على ما اذكر ملعب المريخ، فالحارس كان عمل حركه للجمهور، يعني اذكر المريخ كان يعني كوره تعادل والحارس كان متالق جدا، فالجماهير بدات توتره وتشوشه، فعمل حركه انا كنت صورتها. ثاني تراجحت يعني، او في حاله لقطات زي دي كثيره بتجي. طبعا لو اديتها كان صحافه الهلال كان بيدوك فيها تجيب فعليك ده بعد جن. دي كان في واحده في المباريات يعني، بزول قال لي الاستاذ المريخ جينا تفاجئنا منه الامطار غرقت الملعب. اها برضه طلبوا مني صور، لكن يعني ما احنا طيب الامطار دي لو غرقت ملعب الهلال كنت برضه حديث صور؟ كنت برضه حديث صور. ما اظن. لا 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 التعامل واحد. طيب تمام. عصام لو 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 جيت داير تقدم نفسك لاي جهه ما خارج البلد، الصور اللي ممكن تديهم لي عشان تقنعهم شنو؟ تقنعهم في شنو؟ في انك انت منقط الشغله دي، هم ناس ما بيعرفوه. والله انا لسه ما منقط علي، ما اتيتم علم الا غير، انا لسه ببحث عن التطور عن التعلم ولا زلت يعني. يا سلام ده تواضع. لا ما تواضع. طيب اللقطات لك سؤال بشكل ثاني، لقطات انت بتحتز بها او بتفتكر انك قلبت فيها الهوبه، يعني في ناس يقول لك انا والله صورت نميري ونظارته جايب الناس اللي وراه، افتكروا انه دي خلاصه تجربته، اول دي اجمل صوره، في ناس صورت حرب الخليج، في ناس صورت وين، يعني انا داير نماذج للقطات انت بتفتكر انها كان فيها ابداع او ارضت غرورك يعني. طيب والله هو طبعا يعني الصوره الافضل لم تاتي بعد، لكن في صورتين ممكن يعني نتكلم عنهم يمكن برضه يستعرضهم معانا في النهايه يعني كويس. لاحقا في صوره للكابتن هيثم مصطفى، ترى ما انكم قلتوا صوره الكابتن هيثم مصطفى، وهيثم مصطفى يومها كان لاعب للمريخ وارتكب مخالفه مع الكابتن نزار حامد، ونحن في ظل الروحانيات الرمضانيه والجو الرمضاني والتصافي والتسامح اللي بيغمر الوسط الرياضي، هيثم قدم اعتذار يعني للكابتن زميله السابق هيثم نزار حامد انه قبل راسه قبل راسه. كانت دي صورتها انا، كانت يعني صوره تعبر عن الخلق الرياضي، صوره خطيره وتعبر عن الصوره، كانت حدث يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى. وانت يعني 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 كان احساس ولا انت اصلا عامل الكاميرا ولا الفكره شنو؟ يعني مستحيل انت تكون عارف هيثم جاي يبوس نزار في راسه يعني. انت ولا انت اصلا مطارد هيثم؟ انت كمصور يعني تبحث عن الحاجات اللي ما بشاهدها المشاهد العادي، انت بتكون متابع ومركز وتوقع رده فعل معينه، ويومها فعلا يعني هي تقريبا كانت اول مباراه لهيثم ضد الهلال صحيح، فكانت يعني هيثم كان هو المحور حق الحدث حق المباراه ذاتها يعني، فتوقعت انه الحكم كان يعني على وشك انه ينزل هيثم تقريبا، او المخالفه كان عنيفه وكان في احتجاجات من المدرجات. ما افتكر الصوره دي صورها زول غير الثاني، ما اظن. انا يومها كل الحامد في الجرايد دي بشكل واحد وستايل واحد. انا يومها ذاته يعني كنت مستخدم عدسه ذات اطوال ابعد، عشان كذا هي كانت الصوره تقريبا في قريب منتصف الملعب يعني ما كان صحيح متاحه. الصوره الثانيه مباراه الهلال وفريق الكنغولي، كان مدرب نصر الدين النابي اللي هو فريق الكنغولي في البطوله الافريقيه انتركلوب. في تكلوب ولا في تكلوب وتكلوب مدرب مصر الدين النابي كان ايوه ايوه. الصوره كانت جميله والجمال فيها كان يعني صلاه المغرب والجمهور في المدرجات، كان في مشجع هلال يرتدي شعار الهلال ازرق، ومشجع كنغولي يرتدي شعار فريق كنغول الاخضر، الاثنين ادوا الصلاه مع بعض. انا اخذت الصوره ميديوم كده، كانت برضه تعبير عن الرياضه وعن التسامح الرياضي وعن خلق الرياضي، التنافس داخل الملعب، لكن جميل ونحن اليوم برضه نتنافس في العباده سبحانه وتعالى. الله ان شاء الله يا اخي ربنا يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. نفس السؤال حساله لمحمد، بس نطلع فاصل ونرجع ثاني ان شاء الله. يعني ليكم تاني، ومحمد يمكن نفس السؤال انا سالته لعصام برضه بسالك له، يعني لو ماشي ليه يعني اي جهه افترض انه
نسابتك مشيت قدمت دارين يشوفوا نماذج من شغلك، اعز ما تملك في الصور حتقدم شنو؟ ما يا اخي انا يمكن يعني عملت حاجه هي كانت موجوده لكن ما كثيره، يعني بحاول دائما افضل الصور ارفعها على صفحتي على منصات التواصل الاجتماعي سواء كان فيسبوك تويتر انستغرام، يعني مداوم على الحاجه دي بعد كل مباراه وبعض مرات بخطها بين الشوطين. يعني يمكن الحاجه دي كانت عن عصام، لكن عصام بيتعامل يعني هو مركز متخصص فعنده بيزنس فالحته دي يمكن كانت عملت لي مشاكل كثيره مع مصورين بيفتكروا اني يعني بحرق الشغل برفع الصور بخطها كده. لكن افضل صور انا افتكر ممكن في 2018 رافقت المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا اللاعبين المحليين في المغرب، فيمكن هدف صولون في الافتتاح كنا لاعبين ضد غينيا اول مباراه، كانت مباراه صعبه فصولون جاب هدف بطريقه جميله من وسط اكثر من لاعب. جماليه الصوره دي هنا في الرياكشن بتاع اللعيبه بتاعين المنتخب الوطني، يعني الكرة هي لسه ما وصلت المرمى لكن تجاوزت الحارس، فبشا يعني مدي رياكشن انه بيصرخ، انا ممكن نعرضها بعدين. تمام. مدي رياكشن انه بيصرخ وبوي هناك عامل حركه بتاعت احتفال، فدي كان ممكن اعتبرها واحده من افضل الصور. ثاني في البطوله دي برضه في بعد ما دخلنا المربع الذهبي في لقطه كان برهانتية بيبكي يعني. يعني الناس بتحتفل جوا الملعب، يعني المنتخب ده كان ماشي ما في زلمه متوقع انه يوصل المرحله دي. وبرهانتية بيحتفل، الناس بتحتفل جوا الملعب انه نحن وصلنا للمربع الذهبي وكذا، حتى الناس كانوا بيسالوني انت ليه حجزت البطوله كامله يعني؟ المنتخب دور المجموعات حيطلع يطير. هاي فاللعيبه والناس كلها بتحتفل جوا الملعب، برهانتية مشى خلف الدكه فكان بيبكي. يا سلام. كان بيبكي. فانا شفت اللقطه دي وصورتها لبرهان واتذكر رفعتها طوالي على حساباتي، فكان في كلام طيب جدا في حق برهان. تمام. انه كان يستحق الحاجه دي يعني. تمام. عصام الصوره ليه ما في حق ادبي؟ يعني هسي انت مثلا صوره هيثم بيبوس في راس نزار خلاص نزلت في جريده، يمكن في نفس اليوم كتبوا مثلا تصوير عصام الحاج، على كده الموضوع انتهى. الصوره دي تلف السودان وتقعد في الارشيف 400 سنه لقدام، حتى في الفيسبوك في الواتساب تلقاه حايمه، ما يعني حقك انت مهضوم، مع انك انت ممكن تكون الـ 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 الصوره دي افضل من مليون مقال. وزي ما ذكرت انت دي اول مباراه هيثم يلعب ضد الهلال بعد 17 سنه يعني. فالصوره ما فيها حق ادبي؟ والله طبعا في دول متقدمه بتلي بتاعت المصورين يعني حقوقهم الادبيه والماديه، الصوره لها اعتراف كبير ولها دور كبير، لكن طبعا احنا لازلنا يعني سبهلليه كده، يعني مش سبهلليه بالمعنى المفهوم، لكن يعني بنبحث عن 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 موطئ قدم، رغم انه الصوره لها ادوار كبيره، يعني لا زالت الصحف حتى الان يعني مش اغلب الصحف، كل الصحف مكاتب المصورين في مكتب الاستقبال حق الصحيفه، عشان كده احنا لسه ورانا حاجات كثيره عشان نعدلها وصور كثيره نجددها. انتوا في الصحافه بعملوكم درجه ثانيه؟ درجه ثانيه؟ هو احنا وصلنا مرحله درجه ثانيه؟ يا زول مآسي يعني، رغم انه يعني حدث ولا حرج يعني. والله ده كلام غريب. انا يعني مواصل كلام عصام، يمكن يوم امس القريب ده كنت برفع لي صور على موقع شتر ستوك، موقع عالمي معروف مختص بالصور. فبعد ما رفعت الصور دخلت على الصور السودانيه، فتفاجات انه في صوره مصور عصام للوكاله الفرنسيه 2007 مصور مازدا، فدخلت على الصوره يعني صوره سودانيه داير اعرف المصور بتاعه، يعني توقعت انه لانه مكتوب عليه الشعار يعني توقعت انه تكون خلاص يعني الوكاله الفرنسيه تكتب انها تنسيبه ليه، فلقيت اسمه عصام الحاج قاعد، حتى عملت له سكرين شوت وارسلته له. يا سلام يا اخي، حاجه مثبته. صوره من 2007 لمازدا مع المريخ. والله يعني لو سمحت لي استاذ محمد داخل في النقطه دي، يعني الشاهد انه الان حاليا في السودان كلهم مصوري الوكالات ومنسوبيها مصورين سودانيين. الوكالات العالميه الموجوده في السودان اللي عندنا مكاتب في السودان كلهم مصوريننا ومصورين كادر سوداني. وطني سوداني
اللهم الا تقريبا في مصور واحد تقريبا مصري محمود مصري تقريبا مصري والوكاله لنا جديده حتى الان يعني لكن كل مصوري الوكالات سودانيين ده يؤكد شنو كفاءة. يؤكد كفاءه ومهاره المصورين السودانيين الذين يعني لا يجدون سوى ظلم الغربه من السودانيين فنانهم ومؤسساتهم فنان الحله ما بتربي عسى يعني طيب الصور دي عالميا فيها جوائز يعني مثلا تلقى لك شركه او جهه ما زي مثلا انا ما داري اركز على صوره هيثم ونزار عشان ما نظلم كثير من الصور السمحه يعني لكن ده المثل الحي اللي قدامي في صور عالميا قاعد تاخذ جوائز والمصور بيلقى تكريم رفيع جدا الحاجه دي في السودان تقريبا ما فيها بيتعاملوا معاك انه كانك انت الحاجه دي صورتها صدفه ولا ما في حس يقدر الابداع اللي حصل ولا فيكم واحد اخذ جائزه بمناسبه صوره معينه 2010 فزت بجائزة في مهرجان العربي الأول في عمان صورة كانت يعني ما رياضية ما هنا في الأردن أي ما هنا هنا ما في جوائز هنا الجوائز في الصورة هنا الجائزة الوحيدة اتحجبت وتقدم زي كأس العالم كل أربع سنوات تقدم جائزة ويتحجبت حاليا ما موجود لا دي حالة صعبة عشان كده المصورين قلت لك يعني يعانون ظلم الغربة يعني ما في تأهيل كافي للمصورين الصحف لا توفر مكاتب وادوات للعمل لا 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 ما في فرص تدريب وتاهيل لكل حاجات مشاكل ولما نيجوا للحوارات اول حاجه بيجروا لهم حتى على مستوى البعثات حتى على مستوى البعثات وال يعني حتى الليله اللي يوم الليله اللي احنا اولمبياد طوكيو اللي تاجلت قبل كم يوم دي انه يعني ما في مصور سوداني غطى اولمبياد ما في فرصه اتيحت لمصور سوداني يغطي في مآسي كثيرة يعني والله مآسي كثيرة يعني محمد أكثر لاعب بحب الصور منه لازم طبعا تديني اسم يعني في الغمة في الغمة طيب طب ما أديك أكثر لاعب ما بحب الصور ماشي أكثر لاعب ما بحب الصور أمير كمال كابتن أمير كمال ما بحب الصور ما بحب الصور ويمكن ما ندر تلقى او ما في نهاية حوار لأمير كمال في صحيفة او تصريح في تلفزيون ما سألته ليه يعني امير راجل وجيه يعني هي تركيبة امير كده يعني امير زول سكوت جدا حتى نحن لما نرافق البعثات في السفر في كده امير يعني اول ما تركب البص او تركب الطيارة بتلقى منه حتى في حادثة شهيرة المريخ وقت حقق سيكافة كان وقت جايين على الخرطوم الطيارة كانت دائرة يحصل لها حادث تقع زي ما يقولوا كده فكان كواريك وغيره هنا أمير كان نايم برود عجيب رغم إنه قال للناس بعد إنه يعني كان صاحي وعارف الحاصل لكن أمير كده يعني بطبعه ذول بيكون سكوت وكده ده ما بحب الصور ما 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 حصل مرة سألني من صورة نهائي وسألك منه كنا نقول أطهر أطهر بحقه دول صديقي يعني دول صديق عزيز جدا طيب هي في بعض مرات صور انت بتجبرك يعني صورة لو جميلة والله شوف انا بتجبرك أنا تمشي تديها للاعب السؤال عشان ما يتفهم غلط انا ما قصدت انه اللي بيحب الصور فرحان لا 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 اطلاقا يعني يعني انت في مجموعة كبيرة من الناس الفنانين نجوم المجتمع الواحد بيحب يكون عنده ارشيف ايوه صح للصور ودي مسألة كلنا ربنا يقدرنا عليها يعني حاجة ما كعبة بتكون قاعد العمر كله احفادك واولادك واحفادك واهلك كلهم بالارشيف ده اغلب المحترفين اللي بيجوا السودان اول حاجه بعينه للمصور صح بيجي ممكن يتفق معاك جوب شغل عديل رسمي ودي حاليا حاصله ممكن مع محترف المريخ ليش مجنون بتاع صور مجنون بتاع صور لانه بيعمل في بيعمل في ما يكون اللي اتصل له يجي على السيره اليوم بتاع صور لانه بيعمل في ارشيف يعني يرشمون في كل حواراته بيتكلم عن انه عاوز يحترف المريخ محطه له فبيهتم بالصور بيجي بيسالك جبت جون ما جبت جون لو احتفل بعاين للمصور بتاعه وين في الملعب بيجي الاحتفال بيعمله قدامه دي حاجه بنفقدها في اللاعب عندنا لعيبتنا بيهتموا بالحاجه دي لكن صح. ما اعتقد انها لجانب عالميا بيحتفلوا امام الكاميرا ايوه صح عصام انت قالوا كنت صاحب كلاتشي في موضوع الصور ده تحديدا
او في اجنبي معين كان يعني ساكيك في موضوع ارسل لي صوري ارسل لي صوري او حتى محلي يعني؟ والله يا اخي في كثير من اللاعبين الاصدقاء يعني بيطالبوا بالصور يعني، لكن يعني تحضرني هنا يعني كابتن نصر الدين الشغيل، وهنا التحيه له نحييه، اللاعب الخلوق اللاعب الممتاز يعني. يعني نصر الدين الشغيل يعني جو قصص طويله معي يعني، من كان في المريخ قبل فتره طويله، فحتى الان بيزعل يا اخي وين صوري بتاعت المريخ يا اخي، وانت صوري هنا ما ادتني لي، وصوري بتاعت المريخ 9 سنة ما ادتني لي. بيزعل لسه من صور المريخ؟ من صور المريخ بيزعل حتى الان من صور المريخ يعني. والله يا اخي ادي عليه وعلى كلامه. برضه كابتن معاذ الجوز الشيخ معاذ برضه بيطالب بصوره، يمكن اخر مره اهديته صوره هدفه اللي قدمه للناس يعني في سيكافا. كان دخل بديل في مباراه زامبيا وسجل هدف يعني في وقت المستقطع يعني. هدف ده كان قدمه للناس يومها يعني، كنت وثقت الهدف وهو تقريبا خدته في صفحته الخاصه يعني. يا سلام يا سلام. ذكريات الصور. الحاجه دي انت بتشيل فيها قروش؟ يعني لما ترسل للاعب صوره، وانا موضوع الاداريين جاي ليه يعني، الاداريين بالعمم ديل بيحبوا التصوير جدا جدا، لكن لعيبه الكوره دي اللي انتم قاعدين فيها مقابل الحاجه دي ولا لا لوجه الله يعني؟ والله لاعب محلي ما فيها مقابل. اجنبي فيها؟ اجنبي ممكن تكون فيها. بالدولار وكده؟ هو اللي بيبحث عنك في البدايه. اها. هو اللي بيجيك. هو اللي بيكون عاوز يصور في التمرين، عاوز يصور في الكوره، حتى لو صوره عاديه ما فيها اكشن ممكن ما يحبها يعني، عشان يعني هو داير صوره تقدمه، داير صوره بتاعت اكشن. فالاجنبي ممكن، لكن انا شخصيا محلي ما في لاعب. اها بتشيل منه قروش في الموضوع؟ ما اعتقد انه في لاعب وصل يعني. تمام طيب. اوصل مرحله بتاعت عصام في حاجه زي دي؟ والله حاجه زي انا بحولي طوال التعامل كمكتب، نحن مركز خدمات صحفيه، الزول اللي عاوز شغل يعني بزنس از بزنس. اها. في اتفاق، في شكل اتفاق، في شغل بيتم شغل دايركت يعني، لكن لا باس منه يعني بعض الاصدقاء بعد الرموز بتقدر لهم صور يعني جدا. احتفائيه كده يعني خاص كجزء من الترويج للمكتب يعني. اوكي. مكتبك ده ما فيه تدريب للمصورين الجدد؟ في والله، في عملنا كم 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 نماذج من المصورين الجدد يعني، عملنا دورات تاهيليه شاركوا فيها معنا عدد من الزملاء المصورين، ومكاتبنا مفتوحه يعني للشباب المصورين يعني. نعم. عصام الاداريين في الغالب هم الاداريين كرة القدم في السودان، انا ما بقول كلهم، لكن دخلوا الوسط ده لاهداف معينه يعني، منها الشهره، وقدروا ياثروا على كثير من الصحفيين بالظروف، سواء كان الظرف اللغبش ذاك او الظرف الابيض اللي جوا محشي قروش لاهداف معينه، ومرات المواضيع بتصل لهدايا عينيه، وفي فتره من الفترات كانت شقق وعربات وسفريات برا وكده. ففي اداريين ربنا ابتلى بهم الوسط الرياضي لاهداف اخر الرياضه اخر اهتماماتها يعني. بيحبوا الصور جدا، والحاجه دي انا شاهد عليها يعني، الواحد يعني جعان بتاع فلاشات، قدر ما تصوره ما بيشبع لخمسه سته سبعه سنين. والنوع الحاجه دي مرت بيكم ولا ما مرت بيكم؟ النوع لما تصوره بيقول لك كده داري يشوف حتى الصورة قبل ما تنزل في الصحيفة. الحاجات دي مرت بيكم وبتتعاملوا بها كيف؟ ولو صورت إداري والصورة عجبته فيها ظروف ولا المزعلة دي حسب شخصية الزول؟ طيب يا سلام. الحاجة على الصعيد الشخصي ما عنده أي تعامل مع أي إداري مع أي نادي، ولم يحدث إن طلب مني أي إداري مهما كان أي صورة لأي غرض. دي قاعدة ثابتة ويعني موجه أساسي يعني عصام الحاج المصور عند مركز البوابة. كل الشغل بيعمله شغل صحفي لأغراض صحفية، مهني بحت. محمد ده اللي دارين شكله معذبه في الصورة وكده أشوفه. والله يا أخي زي ما قلت أنت، في الإداري اللي بتكون ماسكا، الإداري بيبحث عن الفلاش. أيوه. كتار جدا تعبانين معه، لكن زي ما انت قلت هي ممكن تحصل قربك دائما من الاداري. قول لي زي ما انت قلت، انت زاد لا قلت. انت قلت فيها ظرف. ماشي. فيها ظرف. انا بالنسبه لي القاعد انه دائما قربي من الاداري مشكله. ما عندي حاجه بتربطني مع اداري. تمام. بالتحديد في الغمه يعني، دائما هم ناس الشغل. فاداريين ما بعرفوني،
حتى قبل فترة قريبة كان في طلب عين مصور في نادي ما ف وكيد طرح لي قال لي الاسم دليل قال لي ما بعرف نازور فانا ما عندي علاقه يعني مع اداري لانه دائما بتجيب لك المشاكل ايوه صحيح وبتخطك في موضع بتاع شبهات طيب نحن نطلع فاصل وحاجه افتح ملف كاميرا الموبايل ده السم القدر عشاكم نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ورجعنا ويمكن قبل يا محمد ما نطلع الفاصل أنا شرطة لكاميرا الموبايل اللي ناس كثير بتفتكر إنها ده السم القدر عشان المصورين يعني أو القاضية زي ما بيقولوا يعني ممكن تكون بديل وقدر شنو أنتوا خايفين من كاميرا الموبايل خاصة إنه في كاميرات بقت إمكانيات عالية جدا ونظيفة وراقية وبتتشال في الجيب قصة سهلة جدا هي والله ما بتشكل لنا نحن مصدر ازعاج او خوف لانه نحن برضه ممكن نستخدمها حتى في عصام الحاج عنده في المركز بيقدم دورات للتصوير فمن ضمن المحاضرات في محاضرة مخصصة لتصوير الموبايل ان انت بتحتاج هي المشكلة اللي بتواجهنا حاليا يعني اللي بيتعاملوا به ما ناس مدربين بتواجهنا بالذات في الحاجات الرسمية يعني بتاع الموبايل أنا أنا ماشي أصور مثلا حاجة رسمية في القصر الجمهوري عارف إني ما حأقرب من 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 مسؤول فبكون محتاط بالعدسة اللي إني أقدر أشيل من بعيد من قريب فبتاع الموبايل ممكن عادي فجأة تلقى قافلك في وشك مد يده دي الإزعاج نعم اول حاجه يعني سواء كانت كاميرا الموبايل او الكاميرا الفوتوغرافيه العاديه الكاميرا في الحالتين عباره عن اله ما عندها نيه ممكن صاحب الكاميرا الكبيره الاحترافيه ما يتوفق في انه يطلع صوره فيها موضوع او ينتج صوره فيها تعابير في حين الموبايل كاميرا متواضعه الامكانيات قد ينتج صوره فيها موضوع وفيها فكره بالضبط فاذا كده ما تشكل خطر يعني كبير يعني حتى في التصوير الرياضي ما انتم مطمئنين على مستقبل الكاميرا على مستوى التصوير الرياضي الكاميرا الموبايل كاميرا محدوده يعني ما تقدر تنافس اصلا الصور الاكشن فوتو المتحركه ولا الصور الرياضيه لان اصلا امكانياتها محدوده ومصممه للحاجات الصغيره رغم التطور الكبير حصل فيها لكن قد تكون هي اضافه لصحافه الموبايل قد تكون اضافه للصحف الالكترونيه يعني التي يعني قد لا تكون فيها المعايير حقت الصوره بمستويات ثانيه يعني طيب عصام على ذكر المعايير انت ممكن تعرف المصور ده ماسوره كيف يعني اول مصور ده كورته حبه يعني انا مثلا مرات بلقى فيه صور نازله حتى في الصحف يقول لك اللاعب مصور من ظهره ده في 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 في, في عالمكم انتم عيب ولا مساله مقبوله ومن شكل الصوره بتقدر تعرف الصور الصوره دي ماسوره بل بفهم الكوره يعني وبتقدر تعرف انه صور الصوره دي زول محترف ولا المزعله دي قد لا يكون في مصور ماسوره لكن في مصور قد تكون كرت حبه لكن الاشكاليه في وين؟ في انه يعني كل المؤسسات الصحفيه الكبيره فيها محرر للصوره محرر الصوره مهمته يختار الصوره الملائمه للموضوع المعني فما ممكن اصلا انا انزل صوره للاعب في ظهره لاعب اي يكون انا مصمم مستعجل او محصل المطبع بحط لي اقرب صوره وامشي هذه واحده من المشاكل اللي تضاف لمعاناه المصورين يعني المصور بتيجي راجع من المباراه تكون يعني مواصلاتك بعيده سكنك بعيد ما عندك ترحيل ما عندك غيره بتحط تقوم تحط الفودر كله في التصميم المصمم برضه بنفس الشيء نفس المشاكل اللي عندك انت بيشيل الصوره اقرب صوره بتلقى في الخبر عشان هو ذاته مستعجل وداري يحصل زمان يقوم يضيع لك مجهود كبير جدا طيب انا داير اجي للكاميرا ذاتها في حد نفسها اول حاجه يعني انا واحد من الناس جاهل تماما بسعر الكاميرا يعني ممكن اقول لك الكاميرا دي ب 1000 1000 دولار ولا 1000 جنيه 1000 جنيه 1000 جنيه سوداني ولو قلت لي ب 20 بصدق
يعني سعرها ضهبان او نحن ما عندنا ثقافه انه الكاميرات دي ممكن تكون اسعارها. فيا ريت نعرف اسعار الكاميرات اللي انت شغالين بها والكاميرات الخطيره جدا اسعارها بتبدا بكم وبتجي من وين هزاتها والاجود فيها شنو من غير اسماء عشان ما نكون برضه نعمل ممكن لها. يعني انا ارد لك بحاجه واحده هل تقدر هسه تحدد لنا ده عربيه سمحه؟ الكاميرات زي العربات ب 20 وب 100 وب 200 ب 20 مليون ب 100 وب 200 وب 300 وب 500 كلها في كاميرات تمام ب 500 مليون في كاميرا في اكثر بكثير من الموضوع اللي بقول ممكن ب 500 مليون دي تكون عدسه مش كاميرا العدسه دي لا ما كاميرا التلفزيون ايوه يعني احنا عندنا الكاميرا بتتقسم لاثنين البودي والعدسه ممكن 500 مليون دي تكون عدسه ذاتكم بتركبوها زي الكلاش كده يعني الخزنه والنايل يعني قصتها صعبه يعني لانه الصوره اصلا هي سلاح لكل مصور عشان كده بتركبها زي الكلاش وحتى بتتشال نفس السلاح يا طيب يعني. بتجي من وين هي؟ المانيا امريكا الصين شنو؟ الصين طبعا ما قصرت جابت لنا كورونا فما عارف برضه الكاميرات دي منهم ولا الكاميرات يعني طيب من كل الدول الصناعيه الكبرى يعني في شركات كبيره في وكلاء في الدول العربيه طبعا احنا واحده من مشاكلنا برضه تضاف المشاكل الكبيره قلنا ما عندنا وكيل لواحده من شركات الكاميرات الكبيره عشان كده بنعاني في صيانه الكاميرات وبنعاني في صيانه العدسات واصلا الصحف ما قاعده توفر ادوات للعمل فهذه كلها امتداد لمعاناه المصورين الكاميرات دي شهاده بحث حقتك ولا حقت الصحيفه؟ حقت المصورين بنسبه 97 يمكن 3% فقط تكون حقت الصحف. طيب انتم مرطبين اذا كان بيتكلم عن كاميرا ب 30 ب 40 وقادرين تشتروها بكل الفخامه دي. العدسه براها ب 65 و75 هيك عندكم وفوق ده كله المصور ما مغيم تلقى المصور راتبه 2000 و2000 والكاميرا حقتي سبحان الله. طيب يا ريت تمسك لنا الكاميرا في يدك اذا في عندي كاميرا دليل امسكها دليل كبرتها امسكها دليل استاذ لك امسك كبرتك امسك كبرتك اديتوني احساس انها فعلا كلاش يعني الاثنين دي العدسه دي شنو يعني شنو هي بالمقاسات 200 شنو انا ما فاهم ايوه هي العدسه دي عدسه تستخدم اكثر للتصوير الرياضي لانه يعني في الملعب انت بتكون قاعد خلف المرمى مطالب بانك تجيب من بعيد لاعب في نص الملعب طالب بانك تجيب هدف باتجاه الثاني فبتحتاج انك تجيب عدسه مدى كبير العدسات بتتدرج يعني العدسه الزول اللي بيشتغل بيها في الصاله ما بتصلح لك انك تشتغل بيها في الملعب بتشتغل بيها في الملعب ما بتصلح لك انك تشتغل بيها مؤتمر لو بتشوف انه عالميا بتلقى دائما انه المصور بيشتغل بكاميرتين اها اي مرات يغير دي ركب المكان طيب يعني. ابعد حته ممكن تلتقط منها الكاميرا صوره واضحه مسافه كم يعني كيلو والله دي حسب امكانيه العدسه اللي انت شغال بيها يعني معروف ان العدسه طيب اخطر عدسه في الموضوع والله اعتقد في التصوير الرياضي 400 هي ما من الامتار هي العدسات دي بتختلف طبعا الاطوال البوريه بتاعتها بتختلف ومواصفات ومميزات كل عدسه بتختلف حسب نوع اللعبه اللي انت بتشتغل فيها في عدسات مخصصه للالعاب الرياضيه للحروب للمسافات البعيده للحياه البريه لغيره في العدسات الوايد انجل او المدى العادي زوم لينس دي بتستخدمها للحاجات العاديه لكن العدسات الرياضيه مختلفه حجر ولا كهرباء بطاريه بتشحن كهرباء طيب عصام الاستديوهات التقليديه زمان شغاله يعني غير الموضوع العرسان يعني بيمشوا بالزفاف بيتصوروا تصوير العرسان يعني الاستوديو ده لسه شغال حكايه الاصحاب بيمشوا يتصوروا القصص دي ولا الموضوع ده الانتشار بتاع كاميرات الموبايل الجبيل اللي تناولناه يعني بقى انه الذهاب للاستوديو في حدود معينه اللي هو بقى محصور في العرسان والعرسان ده طبعا الاستوديو يكون جنب الكوفير وضخم وكبير وكده ربما في الولايات يكون في لسه الاستوديو شغال وشغال الصور بالصوره الجماعيه والصوره التذكاريه وكده طيب دليل الملاحظ دائما في كوره لما الهلال او المريخ
يكونوا لاعبين مع فريق اقل منهم في السودان يعني، كل المصورين بيكونوا ورا المرمى بتاع الفريق اللاعب مع الهلال او الفريق اللاعب مع المريخ. يعني انا ما عارف، انا لو كنت لاعب ضد الهلال دي الهزيمه قبل ما نبدا يعني، انتوا كلكم ما خاتين ولا 1% انه الفريق ده ممكن يجيب جون في الهلال او يجيب جون في المريخ. بتلقى اكثر من 12 او 13 مصور ورا شبكه الفريق اللاعب ضد الهلال او لاعب ضد المريخ. دي عملها فينا هلال المبيض بتاعت المريخ الخمسه، بتاعت المريخ الكوره دي انتهت 5، فنحن متحركين على المرمى بتاع عبد العظيم تقريبا الحارس كان احمد عبد العظيم. فالدكه اللي جايبتها هلال المبيض كلهم كانوا بيشغلوا فينا، امشوا بهناك البومب هناك. الحاجه دي طبعا عصام ما بيعملها، هو عالميا انت بتقعد الشوطين في اتجاه واحد بحيث انك تشتغل بجاي وبجاي. انت ما مسموح لك تتحرك اثناء الماتش، لكن ممكن تتحرك بين الشوطين اذا داير تتحول مع فريقك بهناك. لكن الحاجه دي احنا من الجاليه لسبب، يعني هنا الانديه كلها لما تجي تلعب هنا في الخرطوم مع الغمه هي اللي بتكون مستحوذه، هي المسيطره، هي الكده. انا داير اجيب صوره متميزه، داير اجيب صوره في الشبكه، داير اجيب لك طاقات اكشن كثيره، بقعد خلف التيم المهاجم على الغمه سواء كان مريخ سواء كان هلال، بقعد خلف شبكته يعني. دائما هو المرشحين للفوز. طيب انت بتقعدوا في النص ولا صعبه؟ طبعا بقعدوا في النص دي وفق امكانيات العدسات، عندها مدى معين. لكن هسي يعني المساله بتاعت انك تخش وضامن الهلال غالب دي بقت ما وارده. طيب انا اديك الهلال بيتغلب واستاد والمريخ ولا المريخ. ايوه بالضبط كده. انا اديك حاجه جديده، احنا حاليا بنخش الملعب على حسب الزاويه، على حسب الرقعه بتاعت الملعب. نحن اكبر مشكله بنعاني منها حاليا الاضاءه الاستادات. الحكايه دي ممكن يكون عارفين ناس على الزملاء قاعدين من خلف الشاشات يا عماد، عماد المصور. فمثلا في الهلال احنا عارفين انه الاضاءه اكثر حاجه هنا، فنكون منتظرين في الهلال الاضاءه اكثر حاجه وين؟ في على البنش اللي بيقعد فيه الفريق الضيف ودائرة الكرة ودائرة السنتر. الباقي مظلم شوية. الباقي مشكلة لأنه أنت الكاميرا كله حتة يعني الضبط اللي بتضبطه ليه ده ما بتتحول، يعني أنت صورت هنا إضاءة، هنا الإضاءة منخفضة، ما الكاميرا ما بتحول لنفس وتمر. طيب والمريخ إضاءته إيه؟ في حاجة. لا لازم يكمل لي وما طلع عيب في إضاءة الهلال. المريخ وين إضاءته الأقوى ولا ضعف؟ المريخ يمكن يعني أكثر ملعب حاليا الإضاءة فيه كويسة، لكن برضه في نقاط ضعف في الملعب المريخ، مثلا على جهه المدرجات الشعبيه، جهه مثلا الالتراس. للمدرجات لا حق ولا الملعب طالما مضاء المدرجات هينا لا هو قصده. لا في حاجه ثانيه بالنسبه للجلوس، جلوس المصورين خلف مرمى الانديه اللي تلعب خلف هواء المريخ، معروف انتماءات الصحف، معروف الصحف دايره. أيوة سياسه تحرير الصحيفه انا وعارف بالضبط كده صح، دايره الهدف اللي بيجي في 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 في, في, في الخصم. انا داير اوزع، داير ابيع، داير انتشار. لكن في حاجه مهمه جدا يعني احنا هنا في الشهر الطيب ده نترحم على الاستاذ الجليل الراحل المقيم عبد المجيد عبد الرازق، هو قدم لي واحده من النصائح اللي انا يعني متمسك بيها، يمكن الزميل ده يجي بيها شهرين، وانا يعني ما بقعد خلف مرمى الهلال، خلف مرمى الانديه اللاعبين ضايعه المريخ، لانه استاذ عبد المجيد ربنا يطول بالخير ويطول بالعمر الحسن يعني تساءل عن انه يعني في كثير من الاهداف اللي دخلت مرمى الهلال المريخ ما وجد لها توثيق. بالضبط كده، واحده من الحاجات اللي انا بعمل فيها انه بوثق فيها حاجات تاريخيه. صحيح، ده اللي انا داير اقوله لك يا حسام. يعني الطبيعي في الموضوع انه الهلال يغلب حي الوادي في استاد الهلال، يغلب المريخ الفاشل الموسم ده الهلال. اي لكن لما تنظر الحاجه بامكانيات الهلال وكده، في الصحافه في قاعده بيقول لك لو 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 الكلب عض الانسان ده ما خبر. يعني ما تجيب وتقول انه في كلب عض الزول يعني، لكن جيب الخبر بيبقى لما الزول يعض الكلب. فافتكر انه الخبر لما انه الصوره الحقيقيه لما انا اصور هدف في شبكه الهلال او هدف في شبكه المريخ، باعتبار انه العادي الهلال يغزو مرمى الخصم، المريخ يغزو مرمى الخصم، خاصة في المباريات اللي في استاده، فما في دهشة. طيب، انتوا بتصوروا أعراس يعني حتى في الصالات كثير جدا بقينا نشوف الكاميرات غير الموبايل، بيكون في مصور محترف، مصور فوتوغرافي، بيكون مباري الهرسان والبنات السمحات والناس وكده والناي، فبكون بيصور بكره بعد بكره بجيب الموضوع ده في ألبوم كبير بيسلم للناس، انتوا شغالين الشغلة دي ولا؟
عصام؟ والله عصام الحاج يعني تصوير الأعراس ما من اختصاصي ولا عندي بيه كبير غرض، اللهم إلا في محيط الأسرة والأصدقاء والزملاء، لكن ما بصور أعراس كبزنس يعني كقروش ما بصور، لكن تصور كزميل كصديق كواحد من الزملاء واللاعبين يدعوك لك صورني كده، لكن ما بصور أعراس بقروش. أنا مصور صحفي، مصور صحفي ما هو مصور استديو، لكن أبو حميد لكن يعني هي متاحة إنها تصور يعني ما فيها حاجة. أبو حميد بالجاكيت ده شكله ما خلى صالة بتصور. أنا عندي مكتب مخصص برضو معي مجموعة من المصورين، فبتجينا تمشوا أعراس بتجينا. أيوة لا هي فيها نظرة ليا شوية كده، أنت ما عارف بتكون ناس بيعينوا لي علينا مشكلة يعني، لكن يعني انا ما في غضاضة في الموضوع اني انا امشي اصور فرح، لكن في الغالب لما يجي العميل يتكلم معانا بيمشي واحد من الشباب الا العميل يطلب بالنيم يعني. انت قاعد تمشي يا محمد؟ قاعد اصور. تمام. طيب وفي 10 مصورين وكذا قصة نفس قصة الفنانين؟ لا انا يودي لهم ديليفري ديليفري 10 فنانين لا أنا عشان المصورين. أنا عندي مشكلة في الأكل البر يعني. حصل لي معهم تجارب. طيب أقل من الفيديو التصوير كرسوم يعني؟ التصوير فوتوغرافي هو أعلى من الفيديو يا زول. إلا كان فيديو شغل عام يعني، مثلا شركة أو في الصالات، الصالة بتكون متخصصة يعني ماسكة تصوير الفيديو، ممكن يكون هنا أعلى، لكن المصور التصوير الفوتوغرافي ممكن يكون شغله أكثر، لأن المصور الفوتوغرافي بيشتغل حاجة اسمها والدور برا، بيأجر محل، بتشتغل شغل أول، بعدين بتبدأ تشتغل في الصالة، بعدين بتشتغل فيما بعد الصالة، الجير تيكر. يعني أنتم ما عندكم مشكلة، حتى الجرائد دي لو بقعد على زوال شربكتوا نفسكم في كم حتة يعني. نحن حنطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع في محور أخير إن شاء الله، نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني مع الأخ محمد دليل وعصام الحاج، الفنانين وأصحاب الأسلحة، أسلحة الجمال الشامل، ما الدمار الشامل. إنتوا كمصورين بتحبوا الصور؟ في نوع، في ناس يقول لك أنا والله ما بحب يصوروني، ما بحب أشوف صورتي يعني. عندكم الهوس ده بتتصوروا السيلفي كده، بتحب تشوف صورك يعني يا محمد؟ يا أخي نحن بنقول دائما انه المصور مظلوم دائما يعني، حتى لو عندك هوس زي ده انت بتلقى طريقه انك تتصور. اها دائما انت بتصور يعني. انت بتصور دائما انت في الخلق بتكسي الناس وانت عريان. حسام والله على صعيد الشخصي يعني بوثق لنفسي يعني في مباريات وبطولات كبيره غطيتها يعني، بحرص انه اوثق ليها يعني، توثيق جزء من حياه المصور يعني حقيقه يعني، فانا بحرص انه اوثق يعني حياتي في تمام. تمام. محمد مرة الكاميرا خزلتك، بطارية، عطل مفاجئ، بتحصل الحاجات دي؟ بتحصل، حصلت في مباريات لكن دائما بنلجأ للكابتن بتاعنا في التصوير الرياضي. الكابتن منو؟ عصام الباوي. يعني عصام استحالة يجي الملعب بكاميرا واحدة، لأنه هو عنده مركز متخصص يعني، فعنده أكثر من كاميرات بيدرب بيها كده، فإذا ما لقيت حل عندك بتاخذ كاميرا منه. أها تمام. فأنا حصلت لي يمكن آخر مشكلة كانت في مباراة الهلال والأهلي الأفريقية الأخيرة، مشكلة في الترايبورد في البطارية، فحليتها من عصام يعني. تمام. المحرجة لكن الحاجة دي أحسن. أسوأ حاجة ممكن تحصل لك. انت قبيلك سالت من الجيب بتاع السيديري، فدائما جيب السيديري ده يكون بتاع المصور فيه اول حاجه بطاريه وذاكره زايده وذاكره دي بيعرفوها الشباب من خلف الكاميرات. المشكله لو الذاكره ضربت لي، والمشكله الاكبر لو صورت شغل وضاع يعني، دي هنا اكبر كارثه. طيب معناه واضح ان عصام ما قاعد تحصل لك كثير. والله يا اخي بتحصل، وحصلت واحده مره من المرات، حصلت في مباراه في استاد الخرطوم، مباراه اظن كانت مشهوره جدا في المريخ تقريبا، حصلت لي جراثيم ما تعرف
قناه الملاعب حصل فيها اشكاليه كده. فالمباراه دي يعني حصلت فيها يمكن كان حاضره معايا زميلنا احمد ضفاع الله من هنا، احنا نقدم له التهنئه والتهاني برمضان ونتمنى انه يشوفه مره ثانيه في الملاعب يعني ان شاء الله والله. يعني المباراه دي كانت غريبه شويه يعني، كان كاميرا منا وفيها وقعت انقطع الخيط ما قدرنا نشتغل بها، فتشنا اللابتوب ركبت الذاكره في كاميرا محمد ضفاع الله، جيت عشان انزل الصور في اللابتوب لقيت عنده البطارية نازلة. محمد ضفاع الله كان عنده تعليقات ساخرة كده، فكان خليه يديري تنزل يعني بعدها. والله يديري تنزل. طيب محمد ال في ناس يعني عندهم مشكلة أصلا مع الصور يعني. يعني مثلا لما تصور وشوف صورة شينة يقول لك شكلها كاميرتك دي صينية أو العدسة ما أصلية أو ما كده. في ناس قاعد تتكلم ليك في انك انت ما قاعد تصور سمح، في ناس عندهم احساس كده نفس فكره الدكتور يعني، يقول لك والله الدكتور ده في الحقنه يده حاره وفي دكتور يده بارده، في التصوير في زول عينه بارده وفي زول عينه حاره وفي زول بيصور سمح وفي زول بيصور شيء، انا المساله دي حسب شكلك يعني. والله يا اخي دائما برد للناس بقول له يعني دخل قطل دخلك يعني دخل. الكاميرا دي انا ما بضيف فيها حاجه دقاسي لك اي لا من العدسه الكلمه دي بتضايقني شديد يعني. صورتني صوره ما بتلاقينا كثير في ناس انت عارف بيعملوا موقف ضدك يعني، يعني انا اقول لك ده ما بيعرف يصور. اقول لك حاجه، في صور لو الناس شافوني ما تصدق انه دي ليك انت، انا عشان انت تاخذ لقطه بتاخذ في الثانيه الواحده الكاميرات دي ممكن تاخذ لك 7 لقطات، الكاميرا بتاخذ لك 16 لقطه، الكاميرا بتاخذ 10 لقطات. يعني انا عشان اجي افلتر ال 10 صور دي بلقى صوره انت مغمض كده يعني، نحاول اختار لك الافضل يعني. ايوه انا شايف الجبال قبل ما نخش تصورتني فرجاء انا ما دار اشوفه وانت امسحها. حسام صحيح اجمل الصور اللي بتكون في غفله ولا ممكن انا اقعد للصوره عديل واطلع سمح يعني؟ والله يا اخي الصوره المصنوعه دي اصلا انا يعني نادرا ما اقتنع بها. في نوع بيقول لك كده ما بقتنع بالصوره المصنوعه يعني، دائما الصوره التلقائيه تكون اقوى تاثيرا وقف الجاذبيه يعني، يكون فيها يعني رياكشن ما مصنوع يعني، يكون فيها حاجه طبيعيه احسن من انك اقعد وتصور وكده. تمام جميل والله فعلا اجمل الصور هي اللي بتجي غفله. وصور يا محمد جات غفله لكن برضه تمسح. رفقا بكاميرتك يعني والناس اللي بتقلب كاميرتك. يمكن نحن في خواتيم الحلقه، انا والله سعدت بكم جدا جدا وانس كانت ظريفه، وان شاء الله المشاهد يكون استفاد بكثير من الحاجات اللي كانت خافيه على الناس، وبتح لكم فرصه انه تحيوا الناس اللي حييتوهم، تحيوا الناس اللي ما قدرتوا توصلوهم في رمضان واللي اكيد ان شاء الله تقدروا توصلوهم في العيد ان شاء الله. نبدا بالاكبر بالاصغر ما يكبر النظاره دي لازم الاكبر اوكي ما مشكله. والله يا اخي اول كل سنه رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله الحلقه تكون خفيفه على الناس، ودائما احنا حاجه شغلنا ضاغطه ان احنا بنمرق يعني، هسه الناس مؤجزه للكورونا نحن شغالين فالناس تعذرنا. ولو في تحيه خاصه يعني انا ما عارف انتم الاختيار للحلقه الليله تم كيف، ولكن لو في تحيه خاصه يعني انا بقدمها لعصام الحاج يا هو استاذي بعيدا عن العمر، هو والله استاذي ودائما البدايات صعبه اكثر زول وقف معي في بداياتي في الريتنزات والكلتشات زي ما بنقول اللي حصلت من الناس، فهو وقف معي كثير حتى اللحظه يعني. انا لما امشي له في مركز الباوغا بحاول افتح الهاردسكات القديمه واتفرج على الصور الصور بتاعته، وعصام يمكن هو اكثر زول يعني بيعمل الصوره الخبريه يعني، عصام في الملعب صورته دائما بتطلع لنا تغريد، دي حاجه بحاول دائما اتعلمها منه. يا سلام يعني دائما شيخ يا عصام جزيت خير والله يا اخي، ربنا يجعلنا عند حسن ظنك دوما. والتحيه لاساتذتنا يعني منهم من انتقل للدار الاخره ومنهم من زال يقابل مشاغل الحياه،
رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله نكون يعني ما صغيرين على الساده المشاهدين، والشكر لقناه الملاعب لاستضافتنا، وان شاء الله يعني نكون وصلنا رسائلنا يعني نقدر نلقي لها اجابات عند الساده المشاهدين. لا وصلت تبع والله، التحيه لكم، وانا على المستوى الشخصي كنت والله سعيد جدا بالحوار ده، وافتكر انا ذاتي عرفت حاجات جديده في موضوع الكاميرا، رغم سنين الكثيره في الصحافه كنت اجهل اسلحه الجمال الشامل. فكتر خيركم كثير جدا والله، ان شاء الله نسمع عنكم كل خير وموفقين، وليه قدام احصروا على الاسلحه دي عشان تطلعوا الجميل دائما. وسط الدائره قدم حلقه جديده ان شاء الله، فوتناكم بعافيه.